بحمد ربنا ان رزقني زوج صالح مثلك، حاجه يكفيني ان انت حجزت لي مكان في الجنه، يكفينا ان احنا بنحس ان احنا اعلى قدرا ان شاء الله دنيا واخره. يعني انت اتمنى ان ربنا يبلغك رسالتي ان انا ببص راسك وايديك ورجليك وكل، يعني نفسي يعني ايه، لولا ان ربنا سبحانه وتعالى يمنع السجود لغير الله عز وجل، كان الواحد يعني سجد شكر لله عز وجل ان انت زوجي، ان انت ليك فضل عظيم علينا وعلى بلدنا، وبكره الناس تفتخر وان شاء الله القريه تسمى ببلده الشهيد، ان انت شرفتنا، ان انت كنت صادق، ان انت كنت ذو منزله عظيمه عند ربنا سبحانه وتعالى. واحنا الحمد لله برضو ربنا بيرفع قدرنا بسببك وبنكرم لاجلك، يعني احنا ان شاء الله نعيش في خيرك من قبل وفاتك ومن بعد وفاتك ان شاء الله. يعني الحمد لله عمرنا من بعد ما فقدنا الشهيد تراجعنا ولا قلنا خلاص كفايه كده احنا عملنا اللي علينا اطلاقا. احنا عندنا هدف هو تحقيق هدف الشهيد، ان كان بيتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل مصر بلد امنه مطمئنه يكون فيها الدين وشعائر الله عز وجل، ويكون فيها عدل، ويكون فيها يعني مساواه، ويكون فيها عداله اجتماعيه وحريه في الراي وحريه في المعيشه وحريه في اداء العبادات. كان بيحلم بوطن يعني من ايام النبي صلى الله عليه وسلم وايام الخلفاء الراشدين، فكان بيامل وعنده الامه الاسلاميه والخلافه الراشده. فكنت اقول له امتى؟ يقول لي ان شاء الله عن قريب، يعني ان شاء الله احنا نكون سبب، ربنا يستعملنا يعني ونكون سبب. احنا ثابتين الحمد لله وعلى مبدأه ومكملين ان شاء الله، بناخد كل السبل اللي هي المشروعه ان كان في حضور المسيرات او المظاهرات. الحمد لله بنحضر انا واولادي، احنا اولادي الخمسه الحمد لله بنحضر رغم ان هم كلهم بنات، يعني رغم ان احنا بنلاقي هجوم جامد من اهلي او اخواتي، خلاص بقى انتوا بتجروا. هي ترجع عاطف، قلت لها يكفي ان هي ترجع حقه، ويكفي ان هو ربنا يحقق هدفه وامانيه اللي هو اتمنى ومات عشانها. يعني الحمد لله احنا ثابتين ومكملين وصامدين وصابرين ومحتسبين، وبندعي لاهالي الشهداء بالصبر والثبات، وبندعي لاهالي المعتقلين بان ربنا يربط على قلوبهم وينزل عليهم السكينه ويجعل نحبس اخواننا المعتقلين ده يكون برضه سلام عليهم يا رب، ويهون عليهم في هذا الحر، ويكون هذه الاوقات خالصه لوجهه عز وجل ويأجرهم بيها ان شاء الله. بالنسبه ان احنا ان شاء الله مصممين على ناخد حق ان شاء الله، مش الحق ان احنا ناخد مثلا فديه ولا كام، ده ان انا اشوف ان يشفي ربنا يشفي صدري وغليلي من اللي قتله.